من سورة القصص وما يتيسر من سورة العلق مع قرآن السهرة، نبقى مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ربك يخلق ما يشاء
ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق
وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء العصبة أولي القوة
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين من
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا صدق الله.